موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم. وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والتي نفت صحة ما انتشر حول تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل المواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم، مؤكدة أن الخدمة مجانية. عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان. ووجه المجلس الشكر لجامعة حلوان لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، حيث استعرض المجلس تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي. وأشارت كافة التقارير إلى انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والحرص على سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات. أعلن الحاكم العام لولاية خوزستان الإيرانية قاسم سليمان تحطم طائرة مروحية تحمل صناديق اقتراع في جنوب غرب إيران. قال حاكم الولاية لوكالة إيرنا الإيرانية إن أحد ركاب المروحية والذي قيل إنه أحد حراس أمن الصندوق لقي مصرعه وأصيب 11 آخرين في الحادث، مضيفاً نقل جميع الجرحى إلى المستشفى لكن بعضهم في حالة حرجة. لقي مسجل خطر معروف إعلامياً ببطل فيديو ترويج المخدرات مصرعه بطلقات نارية في اشتباكات مع قوات الشرطة بقنا. جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن قنا بإشراف اللواء محمد أبو المجد مدير الأمن على قرية تابعة لمركز دشنة للقبض على مسجل خطر روج لبيع المخدرات عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قررت محكمة جنح العجوزة تأييد الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعاً وغرامة 200 جنيه لاتهامه بإزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه. وتعود تفاصيل الواقعة عقب تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامي وتيسير إبراهيم المحامي وحسن إمام المحامي ببلاغ ضد الفنان حمل رقم 1179 لسنة 2021، واتهمته بالتسبب في إزعاجه عمداً عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية وقذف المجني عليه بطريق التليفون. كان هذا موجزاً لأهم وآخر الأنباء، شكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.